حماس شر، حماس شر، هي الشر بعينه الذي جلبت السفك والهدم على رؤوس إخواننا، هي حماس وما تفرع عنها. ونحن والله نقسم لن ينصر الله أمة تضع يدها مع يد المجوس، ما عندنا شكك. الله أكبر. فيعتبر أهل حماس على هذا النظرة إيش؟ خوارج ناقضين للعهد. أما إفساد كفعل حماس، أين الجهاد؟ هذا إفساد. إذا نظرت له بمنظار الشرع ليس جهادا، هذا إفساد. اليوم بعض الناس يتنافس المسابقة، وذاك اليوم حتى بعض الآراء التي نراها اليوم حتى في واقعة غزة اليوم، الرأي الذي يشنع على المقاتلين وعلى حماس وعلى ويبدأ يظهر معايبهم ويدندن حولها وينشرها ويذيعها ويفعل، هذا رأي سياسي وليس رأيا شرعيا. هذا رأي سياسي الذي يقول أن هذا رأي شرعي يستدل الشرع، فهذا لا يعرف الشرع ولا يعرف الفقه، بل كل من عرف العلم وشم رائحته يعلم أن الواجب والمتعين أن نقف مع المسلمين أيا كانوا، مهما كان عندهم من أخطاء، مهما كان عندهم من أخطاء شرعية، أخطاء عقدية، أخطاء في المنهج، أخطاء في بعض التحالفات، أيا كان، طالما أن الصف صف إسلام وكفر، أن الصف صف إسلام وكفر، خلاص نقف مع المسلم أيا كان خطأه، لأن المقام الآن مقام إسلام وكفر، ليس مقام بدعة وسنة ولا مقام طاعة ومعصية، وإنما المقام مقام إسلام وكفر. هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، ما يحتاج للدلال عليه من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والمذاهب، أساسا هذا أمر بدهي. فالذي يتبنى خلاف ذلك ويبدأ لا يشغل نفسه إلا بذكر مساوي المسلمين، مع في الوقت الذي يتسلط الكفار عليهم ذبحا وتقتيلا وتدميرا بكل أنواع الأسلحة، وهو يسلط لسانه عليهم ويقول هذا الرأي رأي شرعي، هذا ليس رأي شرعي بل هذا رأي سياسي، سياسي قطعا ما في كلام، هذا رأي سياسي، إنما يتزلفون لمن يدينون بالطاعة له أو لبعض مصالح أهل الدنيا وغير ذلك، هذا لا يمكن يكون رأيا شرعيا. ولكن نحن بين رأي شرعي ورأي سياسي فقط، ما في بين مسألة فيها قولان، بعض الفقهاء يقولون كذا، بعض العلماء يقولون كذا، لا، قول أهل العلم وقول أهل السياسة ومن داهن أهل السياسة. وذاك لا يطلب الإنسان، لا يبيع دينه لأجل الدنيا، والله لو طلب منك ملوك الأرض اجتمعوا وطلب منك على أن تقول خلاف الحق لم يجد لك أن تقول خلاف الحق، ولو هددوك إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين لا يجوز لك أن تقول ذلك أبدا، أما كان الأمر متعلقا بك فلا بأس، الشرع جاز لك لو عرضت على الكفر أن تكفر بالله تبارك وتعالى لتدرى القتل عن نفسك، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شيء يتعلق بك، ها طول منك الكفر وإلا قتلوك وإلا سجنوك، لا بأس، أجاز لك الشرع. هذا فيما إذا كانت أمر متعلقا بك، أما إذا كان متعلقا بغيرك من المسلمين، كما لو أمرت أن تقتل مسلما وإلا قتلوك، أو أن تزني بمسلم وإلا قتلوك أو سجنوك، أو أن تقاتل المسلمين وتقتلهم، أو أن تشترك مع الكفار ضد المسلمين وإلا قتلوك، لم يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تقول ذلك، أو أن تفتيهم بخلاف الحق وأن تفتيهم بالباطل وأن تهدر دماء المسلمين أو أن تهول من نصرتهم وتخذل في ذلك، ولو هددت لما جاز لك أن تقول ذلك، لأن هنا الأمر يتعداك إلى غيرك، فإذا كان متعدي المسلمين لم يجد لك أن تقول شيئا إلا ما وافق الشرع ولو قتلت. لكن بعض الناس في بل يتسابق يتزلف يريد أن يطوع الشرع لهوى السياسة، نحن لا نطوع الشرع لهوى الدولة، نحن الآن في دولة عندنا حاكم ونسمع ونطيع بالمعروف، لو كانت الدولة تريد منا نحن الدعاء أن نقول قولا لكنه يخالف الشرع، والله لا نسمع ونطيع، إنما طاعته بالمعروف، لو ضغطوا علينا لا، نحن نعتبر بالشرع، ننطلق الشرع. أما الدولة فقد تصيب وقد تخطئ، قد يكون لها الدولة لها قد يكون لها بعد قد يكون لها بعد سياسي آخر لكنه يخالف الشرع. الدول اليوم تحالف تحالفات محرمة، وهذا واقع في عهد المسلمين كله، قد يفعل الدولة تفعل شيئا محرما، قد تترك نصرة من يجب نصرته، قد تعطي من لا يجوز عطيته. العلماء ثلاث أقسام، العلماء ثلاث أقسام،
عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة. عالم الدولة الذي ينظر ماذا تريد الدولة يفتي به على طول، ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما أشبه ذلك وعلى طول، ما أحله الرئيس فهو حلال وما حرمه فهو حرام. هذا عالم دولة.